السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. من هو محامي الاتحاد الجزائري في محكمة الطاس؟ كل الجماهير الجزائرية حابة تعرف شكون هذا المحامي، لأنه عرفنا أنه الاتحاد الجزائري دار 3 محاميين من جنسيات مختلفة. اليوم غنجيب لكم محامي الرئيسي. زيدوا معنا فيديو أيضا ثاني على المطالب تاع اتحاد العاصمة، اللي كانت مطالب كبيرة وكبيرة جدا راح تشوفوها معنا اليوم. كانوا تكلموا عليها إلا كما يقولوا فوق هكا تكلموا عليها، لكن الان غنغمقوا في الموضوع. تعرفوا المطالب تاع اتحاد العاصمه لما وضعت الشكوى ديالها للطاس. راح تزيدوا تستمتعوا معنا في هذا الفيديو. نبداو بمن هو المحامي الاتحاد الجزائري، وشكون كان عليه، من كان يحامي، وش من افير اللي كان شدها ايام لا فيفا، نهار اللي صارت فيها مشاكل وطاحوا فيها رؤوس، منها بلاتير وعدة أشخاص. راح تشوفوا شكون عليه من كان يحامي. الاتحاد الجزائري ما غلطش لما عين هذا المحامي. دوك تسمعوه شكون نبدأ به. من هو محامي الاتحاد الجزائري في محكمة الطاس؟ تعاقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع المحامي الفرنسي أرنو كونستان، وانتدبه وكيلا عنه في الشكوى التي رفعها ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فيما يعرف بملف قمصان النهضة البركانية، بعد أن أقرت لجنة المسابقات والأندية التابعة للكاف بخسارة الاتحاد العاصمة الجزائري أمام نظيره المغربي، وإقصائه من نهائي كأس الكاف ضد الزمالك المصري. وبعد أرنو من المحامين المعتمدين للترافع في المنازعات الرياضية من طرف محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ويعد أرنو من المحامين المعتمدين للترافع في النزاعات الرياضية من طرف محكمة التحكيم الرياضي الدولية، ويوجد مقر مخابراته بالعاصمة الفرنسية باريس. وعرف المحامي الفرنسي بمرافعته في قضية الفساد، اسمعوا مليح خوتنا الكرام، الرياضي التي اتهم فيها موكله ميشيل بلاتيني، كما عرف في الوسط الإعلامي كمحلل اقتصادي في قنوات فرنسية. هذا هو المحامي اللي تعاقدت معاه، لكن تشوفوا فيه في الصورة، المحامي اللي تعاقدت معاه الاتحاد الجزائري، عرفوني بيكي، الموكل ديالو ميشيل بلاتيني، في قضية تاع الفيفا اللي صارت لما سقطت الفيفا وسقطوا رؤوس منها بلاتير، وكنت عارفوا عدة رؤوس. هنا هذا المحامي هو اللي كان موكل ديالو ميشيل بلاتيني. ذلك الاتحاد الجزائري عرف علي من بيكي، وعرف علي من يتكل باش يجيب له القضية ديالو. ورا على الرغم ان قضيتنا قضية فيها دوس على القوانين من طرف الكاف، يعني سهلة، ماهيش كيما صعيبة كيما تاع وقت بلاتير في الفيفا، وقت ميشيل بلاتيني اللي كانت فيها فساد كبير وكبير جدا. اسم المحامي أرنو كونستان، هذا المحامي قوي وقوي جدا في هذه القضايا، وهو ايضا خبير اقتصادي على حسب ما قرينا عليه. هذه باش نلحقوا المعلومه لجماهيرنا الكرام. اليوم نروحوا المطالب تاع الاتحاد الجزائري، اتحاد الجزائر، يعني مطالب تاع اليوسما اللي طالبتها خاوتنا الكرام للطاس. راح تشوفوها اليوم، راح نقراها لكم. والله مش مثل ما تكلم رئيس نادي اتحاد العاصمه، كان تكلم سطحيا، لكن الان غنتغمقوا. تابعوا معنا الفيديو وسمعوني واش غنقرا لكم خاوتنا الكرام. اودع اليوم نادي اتحاد الجزائر شكوى رسميه على مستوى محكمه التحكيم الرياضي بلوزان السويسريه ضد مسببات القرار الصادر عن لجنه استئناف الكاف القاضي بخساره الفريق الجزائري لمباراه الذهاب في نصف نهائي كاس الكونفدراليه امام نادي نهضه بركان المغربي على البساط. وقد كلفت إدارة المحامي الفرنسي أرنو كونستان للدفاع عنها، وهو أحد محامي الفاف في الشكوى المودعة قبل أيام على مستوى الطاس ضد مسببات قرار لجنة استئناف الكاف القاضي بقبول اعتماد لجنة المسابقات لقمصان مزيفة لنادي نهضة بركان. وتم اليوم إيداع وبصفة رسمية شكوى من طرف المحامي اتحاد الجزائر على مستوى محكمة لوزان، وبطابع استعجالي، مطالبا بإسقاط الظروف الظرف القاهر على مسببات قرار هيئة الكاف.
حيث تم تبرير إعلان خسارة اتحاد الجزائر في مباراة الذهاب، حيث ذكرت لجنة الاستئناف الكاف بأن الطرف الجزائري حرم نادي نهضة بركان من القمصان. هذه هما قالوا باللي حرمونا. ومن بين ما تم إيداعه في ملف القضية لإسقاط مزاعم الظرف القاهر الذي استند عليه الكاف لهضم حق الاتحاد، اثبات على توفير الطرف الجزائري لقمصان مماثلة للفريق المغربي، وبموافقة مسؤول لجنات المسابقة على مستوى الكاف المصري عماد شنودة، وهو سمعوا بلي عماد شنودة واش قال، وهو اثبات يستدل بمراسلات رسمية بهذا الشأن بين الفاف ومسؤول لجنة المسابقات لكاف، الذي يؤكد موافقته على قمصان التي احضرها الطرف الجزائري لنادي بركان. سمعوا مليح، شنودة المصري كان قبل، قالهم لا قبلت اللعب بهذه التريكوات، يعني الكاف قبلت. نهضة بركان خالية فقط من الخريطة المزيفة التي تتعارض اساس مع لوائح الكاف ذاتها، هذه قاعده بالنا بها. وتبرز تلك المراسلات الرسميه بين الفاف وممثل الكاف، طلب هذا الاخير ايضا من مسؤولي الفاف تسليم القمصان الى المنسق العام لتلك المباراه وهو من مالي لتسليمها لنادي بركان. وعلاوه على ذلك، فقد اودع المحامي الفرنسي في ملف القضيه صور فيديو تبرز ايداع القمصان فعلا بغرف تغيير ملابس نادي نهضة بركان بملعب 5 جويلية 62 الأولمبي. يعني هنا المحامي حط لهم تصاور، هما تنداروا محامي هذا الفرنسي هذايا لإدارة الاتحاد الجزائري، دار لهم تصاور لفيديو بلي القمصان كانوا في غرف الملابس اللي دارت لهم الاتحادية بدون خريطة وهمية وما حبوش يدخلوا، وكان صادق عليها شنودة وقال لهم تقدروا تلعبوا بها، هما اللي ما حبوش. وعلى اعتبار أن الكاف تسير نحو برمجة نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري يوم الأحد المقبل، وهو موعد مباراة الذهاب، فإن محامي اتحاد الجزائر طلب من الطاس أيضا تجميد النهائي خوضهم طلبات، مبرزا الضرر الجسيم غير القابل للتدارك الذي سيلحق بنادي اتحاد الجزائر في حالة ما كسب معركته القانونية ضد الكاف. هنا طالب هكذا لأنه لو لعب النهائي الزمالك المصري وفاز بها يدخلنا طرف ثاني نعود نضربوا معاه في المحاكم وهو الزمالك، يعني احنا حبينا نجمدوا لهم النهائي ما يلعبوش نهار الحد ان شاء الله. ويتركز اتحاد الجزائر على ادله قاطعه تبرز غياب الظرف القاهر عن نادي نهضه بركان حين رفض لاعب مباراه الذهاب بالجزائر، وتؤكد الادله ايضا بان هيئات الكاف ومتواطئه مع النادي المغربي وقد داست على أحكام القانون مسابقة كأس الكاف بشأن القمصان، على اعتبار أنه وإلى جانب توفير الطرف الجزائري لقمصان بديلة لنهضة بركان في مباراة الذهاب بالجزائر لتعويض حجز قمصانها المخالفة للوائح الكاف نفسها بسبب تلك الخريطة المزيفة التي تغتصب أراضي جمهورية الصحراء الغربية الشقيقة ديالنا. على كل حال، فإن نادي نهضة بركان خالف أحكام المادة 7 من الفصل 6 من قانون المسابقة الذي يفرض على الفريق الزائر التنقل بقمصان بديلة خالية من أي شكل من أشكال الإشهار وحتى الداعية، كون القمصان البديلة لم تكن خالية تماما من الإشهار، فقد حملت خريطة مزيفة بما يبرز وقوع الفريق المغربي في المحضور ويسقط عنه ذلك الظرف القاهر المزعوم. حبوا يديرونا باللي عندهم ظرف قاهر هو اللي خلاهم ما يدخلوش الميدان، لكن الظرف القاهر هذا سقطته اتحاد العاصمه والاتحاد الجزائري بدارت لهم قمصان داخل الفيستيار وصوروهم وشافوهم كاع الناس، وبناء على ذلك ودخلت الفريق اتحاد العاصمه للميدان، وبناء على ذلك فان شكوى اتحاد الجزائر تتركز على ضروره اعلانه من طرف الطاس فائزا على البساط في مباراة الذهاب بالجزائر أمام نادي نهضة بركان، على اعتباره أنه سجل حضوره كما شفتوهم دخلوا لجوار على أرضية ملعب 5 جويلية، هذا ما طالبت اتحاد العاصمة دون الفريق المغربي لما دخلش، ثم تطبيق أحكام المادة 16 من الفصل 11 من قانون كأس الكاف التي ينص على أن في حالة ما رفض أي فريق إجراء مباراة أو غاب عنها أو غادر أرضية ميدان قبل انتهاء المباراة ودون إذن من الحكم
عدد ظرف القاهرة المحدد من طرف لجنة المسابقات للكاف، فإن ذلك يترتب عليه خسارة الفريق المذنب للمباراة على البساط وإقصائه نهائيا. هذه المادة الموضحة والصريحة من قانون الكأس الكاف تقطع الشك باليقين بأن برمجة الكاف لمباراة إياب بين الفريقين بالمغرب لا يتركز على أي سند قانوني خاوتنا الكرام. وحرص اتحاد الجزائر في طلبه للطاس بضرورة تجميد نهائي كأس الكاف على إبراز مدى الضرر الذي سيلحق به كنادي حامل للقب ويطرح الاحتفاظ به في حال ما سالت الكاف في نهج التعنت بوضح بوضع الطرف الجزائري والطاس أمام أمر الواقع. وإذا كانت محكمة لوزان قد رأت سباقا في طلب الفاف بتجميد إياب نصف النهائي لا يتركز على جوانب الضرر الجسيم في قضية الخريطة المزيفة واختارت رفض الطلب، فإن طلب اتحاد الجزائر بالمقابل يختلف عن الجوانب المحيطة بطلب الفاف، وعلى ما تركز عليه شكوى الهيئة الكروية الجزائرية كون طلب تجميد نهائي كأس الكاف من طرف نادي اتحاد الجزائر يحمل جانب الضرر الجسيم بوضوح، على اعتبار أن المعركة القانونية مبنية على أحقية اتحاد الجزائر في تنشيط النهائي أمام نادي الزمالك المصري بدلا من نادي نهضة بركان المغربي، بما يجعل برمجة النهائي قبل فصل الطاس في القضية بمثابة تحدي لمحكمة لوزان نفسها. خوتنا الكرام، اتحاد العاصمة أنا شديت في حاجة، شنودة هذاك المصري كان شاف التريكوات وقال لهم دخلوا تلعبوا بهم وتقدروا تلعبوا بهم، القانون يسمح لكم، قالوا له لا هذا هو بيت القصيد خوتنا. يعني بركان دوك هنا ما كان لا إعادة مباراة نورمال ولا والو، تقصى مباشرة نهائي مباشر لاتحاد العاصمة مع الزمالك وكل شيء عاود ينقلب كما يقول لك ينقلب كل شيء، وتولي اتحاد العاصمة في النهائي بالقوانين اللي راهي تمشي معاها ووقفة معاها القوانين. احنا ما عدنا قوة قاهرة كما كنت حضروا اللي ندوها بالسيف يا اخي، الطاسية اللي تفصل اتحاد العاصمة بهذا المحامي ان شاء الله اللي دارته اتحاد الجزائري لكرة القدم هو نفسه اللي راهو في الاتحاد العاصمة، ان شاء الله يجيب حق هاد الفريق اللي ما كان ما دار والو، ما قبلش خريطة اللي وهمية ما تلعبوناش بها فوق أراضي شهداء الجزائر. هذه يا خوتنا الكرام، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو أو فهمتوا مليح وش كاين وش ما كاش، واستوريت لكم المحامي، هذاك هو المحامي اللي سلك ميشيل بلاتيني، هو اللي راهو على الاتحاد الجزائري يدافع عليها في الطاس وعلى اتحاد العاصمة أيضا تاني عيناته بعد أخذ ورد شكون كان راح يدير محامي في الأخير. حبوا هدايا اللي راهو مع الاتحاد الجزائري هو اللي يكون مع اتحاد الجزائر النادي. شكرا لكم، تابعونا قناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.